وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يوتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصنيا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعله لنا في القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا
في الجنة رفيقا وللخيرات كلها دليلا. اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل وشفعه فينا يا حي يا قيوم. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا وعافنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وتوكل الموقنين بك ويقين المتوكلين عليك وإنابة المخبتين إليك وإخبات المنيبين إليك وشكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك ولحاقا بالأحياء المرزوقين عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق. اللهم نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة وحريرا ونعيما وملكا كبيرا. اللهم نسألك عفوا عند الحساب. اللهم نسألك عفوا عند الحساب. اللهم نسألك عفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ولذة النظر إلى وجهك الكريم ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم ولا أيما إلا زوجته ولا متزوجا إلا ذرية صالحة وهبته يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم في رمضان وممن رحمتهم في رمضان وممن عتقت رقابهم في رمضان. اللهم يا الله اللهم أنزل علينا السخاء والرخاء وارفع عنا الوباء والغلاء والإحن والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أكرم والدينا. اللهم ارحم والدينا. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم بارك فيهم وارزقنا برهم أحياء وأمواتا ومشائخنا في الدين ومن علمنا حرفا ومن له حق علينا من المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا ذكرنا وأنثانا حينا وميتنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم يا الله يا حي يا قيوم، اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولمن عبد الله فيه ولأئمته ومؤذنيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، وابعد عنهم الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصل اللهم بجمالك على أفضل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.